وقد قدمت القائمة بأعمال عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت عنان الأتيرة قدمت استقالتها من منصبها، وذلك على ضوء استعصاء الأزمة في الجامعة والضرر الكبير الذي أصابها بسبب الإغلاق القسري المستمر منذ 30 يوما، كما قالت في كتاب الاستقالة والذي وصل وطن نسخة منه. وأكد مصدر في إدارة جامعة بيرزيت أنه تم قبول استقالة الأتيرة، وكانت الكتل الطلابية قد طالبت بإقالة الأتيرة معتبرة إياها أحد أسباب الأزمة في الجامعة، إضافة إلى تنازل الناطق باسم الجامعة الدكتور غسان خطيب عن منصبه، والأمر الذي رفضته إدارة الجامعة في وقت سابق. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت نادر عويضات. أهلا بك نادر. أهلا فيكم نادر. يعني بداية، كيف قرأتم وتابعتم في الكتل الطلابية قرار استقالة الأتيرة؟ يعني هذا انتصار عظيم للحركة الطلابية وللكتلة الطلابية في جامعة بيرزيت. الكتلة الحركة الطلابية استمرت أكثر من 30 يوم في اعتصامها المفتوح، وقبل 3 أيام أعلنت الكتل الطلابية أيضا إضرابها عن الطعام. هذا كله بفعل جهود الحركة الطلابية. طب اليوم نادر نحكي عن اليوم، كتير في نقاش إنه بعد الاستقالة أين نحن ذاهبون فيما يتعلق بموضوع الأزمة؟ يعني راح نجلس مع إدارة الجامعة، جلسنا قبل قليل مع إدارة الجامعة، لكن هناك زميل إلنا يعني صابته حالة إغماء بسبب إضراب عن الطعام، فخرجنا معه إلى المستشفى. سنعود إلى الاجتماع اليوم، سنناقش جميع التفاصيل المتبقية. المطلب الأساسي إقالة عنان الأتيرة، استجيب يعني إدارة استجابت له. صحيح. بقيت بعض التفاصيل اللي هي تتعلق في موضوع الاعتقال السياسي وفي موضوع تنفيذ الاتفاقيات السابقة وبعض الأمور العالقة، يعني جميعها تقريبا متفق عليها بيننا وبين إدارة الجامعة، بقيت يعني تفاصيل صغيرة. يعني قبل الاستمرار في نقاش هذا الملف، طمنا عن زميلكم اللي تم نقله إلى المستشفى. زميلنا حاليا هو بحالة صحية جيدة، تم الإغماء عليه حالة جفاف، وكان مضرب عن الطعام. صحيح. كان مضرب عن الطعام، صابته حالة جفاف فأغمي عليه. ألف سلامة عليه طبعا. نادر، هل يعني متوقع أن تفتح جامعة بيرزيت أبوابها السبت القادم؟ يعني إن شاء الله، إذا يعني ما فيش شيء اسمه متوقع، إذا وصلنا لاتفاق مع إدارة الجامعة راح نفتح أبواب الجامعة، إذا ما وصلنا لاتفاق مع إدارة الجامعة راح تبقى أبواب الجامعة مغلقة. لغاية الآن فيش قرار؟ لغاية الآن حتى الآن فيش قرار. طب نحكي نادر عن أبرز المطالب، نعيد ونذكر فيها أبرز المطالب اللي كانت بتطالب فيها الكتل الطلابية. إقالة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة من منصبه، إقالة المتحدث الرسمي باسم الجامعة من منصبه كمتحدث رسمي باسم الجامعة، موضوع الاعتقال السياسي، تدخل مباشر من جامعة بيرزيت في حال تم اعتقال أي طالب والدفاع عنه، بالإضافة إلى تنفيذ جميع الاتفاقيات السابقة مع الموقع من الجامعة مع الحركة الطلابية أن يتم تطبيقها. نادر، هل كنت تتوقع أن تستمر الأزمة لغاية أكثر من شهر يعني، وهل جاء قرار استقالة الأتيرة متأخرا؟ طبعا أجا متأخرا، لو من أول يوم صدر هذا القرار كان ما تم إغلاق الجامعة، وكان رجعنا للدوام وكان استغلينا شهر من الإغلاق في الدوام والامتحانات. اليوم شو رسالتكم لإدارة جامعة بيرزيت، وأيضا شو رسالتكم للطلاب يعني بعد كل هذا الانقطاع؟ رسالتنا لإدارة جامعة بيرزيت إنه إحنا مش هدفنا نكسركم، ولا هدفنا إنه يعني نفرض عليكم رأينا، لا، إحنا شفنا إنه مطالبنا محق ومطالبنا وطنية، عشان هيك طالبنا فيها. رسالتنا للطلاب، جميع طلاب بيرزيت، إنه الحركة الطلابية ستبقى صامدة وستبقى درعكم الحامي ودرعكم الحصين. نعم، منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت نادر عويضات، شكرا لك على هذه المشاركة.